طيب وهدف اثر معاك كتير في اللي جاي، لكن كان عندنا سوء توفيق شويه يعني، حتى عدد الفرص اللي كانت بتيجي علينا كان ما بتتعداش الواحده ولا اتنين، وكانوا بيبقى فيها تسجيل. فالتوفيق مهم جدا في كره القدم، لكن ليه ملحوظه شويه على البنالتي اللي اعتقد ان هو الاعتراض كان منكم، وده على حق اعتقد احنا شفناه فعلا انها من داخل من بين او انها من جوه، او متر ونص جوه متر. كابتن عماد فاروق انا بقدره وبحترمه، لكن يعني اعتقد ان هي مش عارف يعني في حاجه في البنالتي عندنا، يمكن كره فابيو جونيور في ماتش الانبي كانت واضحه جدا، النهارده واضحه جدا، حتى من سنتين كانت النتيجه 3-1 مع انبي، وبرده كان في بنالتي واضح جدا محمد بركات مع عبد الله رجب. لا يعني ما اعتقدش ان كابتن فاروق بيفكر ان انت طالما كسبان 2-0 يعني، اعتقد ان هم يعني ما شافهاش بشكل متقن، مع انها واضحه جدا لكل الموجودين في الاستاد. كابتن زيد كلمه تقولها بقى لنجوم مريد، نجومك في الملعب وزمايلك في الملعب، كابتن هيثم فاروق، كابتن وليد صلاح الدين، تقول لهم ايه على القناه الجديده؟ تحياتي ليهم طبعا، يعني الاثنين زمايل ملعب واخوه واصدقاء، وهم من الناس اللي انا يشرفني ان انا لعبت معاهم يعني، واتمنى لهم التوفيق يا رب ان شاء الله. اكيد انك هتتابع ميلودي بعد كده اكيد، لان احنا محايدين وبنقدم كل حاجه صح، ما بنتحدش. مش عارف اتابع ايه ولا ايه، هتابعنا ان شاء الله. كندري على مر العصور.